عشرة الظهر. مستمعينا الكرام، تحية طيبة، أهلا بكم إلى هذا المعدل الإخباري. إضراب عام شامل بالضفة الغربية بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، ورئيس الفلسطيني يعلن الحداد وتنكيس الأعلام ليوم واحد. كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس تصف اغتيال هنية بأنه حدث فارق وخطير ينقل المعركة لأبعاد جديدة. تنديد عربي ودولي باغتيال إسماعيل هنية، في النشرة قراءة في تداعيات هذا الاغتيال. ووطنيا، الصيدلية المركزية تؤكد توفر الأدوية الحياتية وتزويد السوق بها بانتظام وتنفي تسجيل أي نقص في التزود بالمحاليل الوريدية. إلى التفاصيل. أهلا بكم. أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس صباح اليوم اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران، إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران بعد مشاركته في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد. وأفادت الحركة بأن مراسم تشييع جثمان الشهيد هنية ستتم غدا الخميس في طهران، ثم سينقل للدفن في العاصمة القطرية الدوحة. وأثارت حادثة واغتيال إسماعيل هنية ردود أفعال إقليمية وعربية ودولية واسعة، محذرة من مزيد من التصعيد في المنطقة. نفيسة حسني والتقرير التالي. اعتبرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس عملية اغتيال هنية حدثا فارقا وخطيرا ينقل المعركة إلى أبعاد جديدة، وسيكون له تداعيات كبيرة على المنطقة بأسرها. وأدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس معتبرا أنه عمل جبان وتطور خطير، داعيا قوى الشعب الفلسطيني إلى الوحدة والصمود في وجه الاحتلال الإسرائيلي. وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية في الضفة الغربية المحتلة اليوم الإضراب الشامل والخروج في مسيرات غضب، مؤكدة أن اغتيال القائد الكبير إسماعيل هنية يأتي في إطار الإرهاب الصهيوني وحرب الإبادة في ظل عجز المجتمع الدولي لوقف الحرب ومحاسبة الاحتلال على جرائمه. وخلفت حادثة الاغتيال ردود أفعال إقليمية وعربية واسعة، حيث قال المرشد الإيراني علي خامني إن الثأر لهنية الذي اغتيل في طهران هو واجب على إيران، مشيرا إلى أن إسرائيل وفرت لنفسها عقوبة قاسية. وأدانت دولة قطر اغتيال إسماعيل هنية معتبرة العملية جريمة شنيعة وتصعيدا خطيرا وانتهاكا سافرا للقانون الدولي والإنسانية. من جانبه أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عملية الاغتيال، مشيرا إلى أنها تهدف إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني وتقويض القضية الفلسطينية ومقاومة غزة المجيدة. من جانبها اعتبرت الخارجية العراقية عملية اغتيال إسماعيل هنية انتهاكا صارخا للقوانين الدولية وتهديدا للأمن والاستقرار في المنطقة. واعتبر حزب الله اللبناني أن هنية من قادة المقاومة الكبار الذين وقفوا بشجاعة أمام مشروع الهيمنة الأمريكي والاحتلال الصهيوني، مؤكدا أن استشهاده سيزيد المقاومين في كل ساحات المقاومة إصرارا وعنادا على مواصلة طريق الجهاد. وعلى صعيد دولي، نفى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن علم الولايات المتحدة الأمريكية بعملية اغتيال إسماعيل هنية مسبقا والمشاركة فيها، مشيرا إلى أن سبيل الأفضل لتهدئة التوترات هو وقف إطلاق النار. من جانبها قالت وزارة الخارجية الروسية إن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس غير مقبول على الإطلاق، وإن العملية ستؤدي إلى مزيد من التصعيد. فيما أدانت الخارجية الصينية العملية محذرة من أنها قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد والمواجهة في المنطقة. ونبذة عن حياة الشهيد إسماعيل هنية وأبرز محطاته النضالية والسياسية في مواجهة الاحتلال الصهيوني في الورقة التالية لجهان علوان. إسماعيل عبد السلام أحمد هنية قيادي سياسي فلسطيني وأحد رموز حركة المقاومة الإسلامية حماس، من مواليد عام 1963 بمخيم الشاطئ للاجئين في قطاع غزة، تلقى تعليمه الابتدائي والأساسي في مدارس الأونروا بالقطاع، ليلتحق بعدها بالجامعة الإسلامية
الإسلامية في غزة، حيث قاد الحراك الطلابي لحركة حماس. انضم إلى الحركة منذ تأسيسها في أواخر الثمانينات، وكان له نشاط بارز صلبها ما تسبب في اعتقاله وتمضية سنوات من عمره في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وشغل إسماعيل هنية عدة مناصب سياسية، حيث تولى عام 1997 رئاسة مكتب مؤسس حركة حماس الشيخ أحمد ياسين، وفي جانفي 2006 ترأس قائمة التغيير والإصلاح وحصد أغلبية مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني، وأصبح رئيسا للحكومة الفلسطينية في فيفري من العام ذاته. وفي عام 2017 تم انتخاب هنية رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس، وفي عهدته أخذت الحركة عدة معارك ضد الاحتلال الإسرائيلي، أبرزها معركة سيف القدس في عام 2021 ومعركة طوفان الأقصى الجارية حاليا. في الأثناء نجا هنية من محاولات اغتيال عدة، حيث تعرض موكبه لإطلاق نار في غزة في 20 من أكتوبر 2006، كما قصف الاحتلال الإسرائيلي منزله في غزة سعيا لاغتياله. وفجر اليوم أعلنت حركة حماس اغتيال إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران، ليلتحق بكوكبة من أبنائه وأحفاده الشهداء على درب تحرير فلسطين. تداعيات اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة حماس إسماعيل هنية في إيران على الحرب في غزة والمنطقة في التقرير التالي لسمية الفرجانية. اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة حماس وشخصية فلسطينية كبيرة مثل إسماعيل هنية في إيران يأتي بعد التصعيد الإسرائيلي في لبنان واليمن، وله تداعياته الخطيرة جدا، يقول دكتور العلوم السياسية الفلسطينية سهيل الدياب. الأمر ليس عاديا يستوجب الرد السياسي والعملي والعسكري. عمليات الاغتيال جرت باستضافة هنية من قبل الحكومة والنظام الإيراني، أمر له تبعياته الخطيرة والخطيرة جدا، وبرأيي أن الرد الإيراني سيكون كبيرا وقريبا. اغتيال إسرائيل لإسماعيل هنية تغطية على فشل رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو في حربه على غزة، وأراد من خلاله جر المنطقة نحو حرب إقليمية، يضيف سهيل الدياب. نتنياهو يقوم بخطوته الأخيرة باتجاه محاولة استرداد أو ترميم الردع الضائع للمؤسسة الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر، والذي فشل خلال 10 أشهر الأخيرة من استعادة الهيبة العسكرية. وتحدث عن الحديدة الضاحية الجنوبية في بيروت، ونتحدث عن طهران، فلذلك هو يعمل من أجل جر الولايات المتحدة ودول أخرى من الممكن بريطانيا إلى مواجهة إقليمية في المنطقة. كيف يتوقع أن يكون رد المقاومة عن اغتيال هنية؟ يجيب المحلل السياسي خالد كرونا. المقاومة بكل انشدادها الإقليمية أمامها ساعات صعبة ستقرر فيها حجم الرد، الاستفادة من السياق الدولي الذي بات مناصرا بأقدار ما للقضية الفلسطينية. ينبغي فقط أن نذكر الناس بأن 7 أكتوبر هو بداية تحرير فلسطين الفعلي، وأن كل ما يجري الآن هو يدل مرة أخرى أن هذا الكيان إلى زوال. هو اغتال مئات الكوادر الفلسطينية عبر الزمن، وما زال سيغتال، ولكنه لا يمكن أن يغتال حق قضية ينبغي أن تكون واضحة، وينبغي أن لا يدخلنا الإرباك في أي لحظة من اللحظات. وأظن أن إسماعيل هنية الشهيد قد نال ما أراد، وليس قد نال ما أراده. في وقت تتكثف فيه الجهود لمنع التصعيد في المنطقة ووقف الحرب على غزة، يأتي اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة حماس إسماعيل هنية ليزيد الوضع تعقيدا. وفي قطاع غزة، وصل جيش الاحتلال الصهيوني جرائمه ضد المدنيين مخلفا عددا من الشهداء والمصابين في سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي من فلسطين. الصحفي مراد السابعة. 99 يوما بعد 200 هي الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة والضفة. في هذا اليوم أفادت مصادر طبية باستشهاد مواطنين وإصابة آخرين في قصف منزل استهدف منطقة المواصي غرب رفح. عدد من الإصابات وصلت إلى مستشفى الصليب الأحمر الميداني جراء إطلاق نار من آليات جيش الاحتلال. أيضا مصادر طبية أفادت باستشهاد مواطن وإصابة 4 آخرين بجروح في قصف إسرائيلي استهدف عبسان الكبيرة شرقي خان يونس. تعرضت أحياء الزيتون والشجاعية والتفاح شرق مدينة خان يونس إلى قصف مدفعي مكثف.
ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين. كما تعرضت مناطق شرق جباليا إلى قصف مدفعي وانفجارات متتالية وسط إطلاق نار من آليات جيش الاحتلال. شدد وزير الخارجية نبيل عمار في كلمته الافتتاحية خلال أشغال الندوة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية التي انطلقت اليوم في نسختها 39 على المساندة الثابتة لتونس للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة على كامل أراضيها وعاصمتها القدس الشريفة. كما أدان بشدة الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الفلسطينيين. إن هذه المحنة الشديدة التي يكابدها الفلسطينيون والدور المنحاز لعدد من وسائل الإعلام العالمية كشف بشكل واضح للجميع ازدواجية المعايير هذا الداء الذي ينقر منظومة العلاقات الدولية إلى درجة إدانة الضحية والدفاع عن الجلاد ومواصلة تقديم كل أشكال الدعم لمرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وإننا إذ نجدد موقفنا الثابت المساند للشعب الفلسطيني في استرجاع حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حق في إقامة دولته المستقلة وكاملة سيادة على كامل ترابه وعاصمته القدس الشريف، لا نهيب بكل الدول الصديقة أن تسارع بالاعتراف الرسمي بدولة فلسطين وتأييد انضمامها كدولة كاملة العضوية إلى الأمم المتحدة. وزير الخارجية نبيل عمار أكد التزام تونس بقيم العدل والمساواة في العلاقات الدولية وتشبثها بمبدأ السيادة الوطنية والتعامل القائم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. أهمية صيانة سيادتنا الوطنية في علاقاتنا الدولية وإدارتها على قاعدة الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية مع كل شركائه ترتكز على القناعة الراسخة لسيادة رئيس قيس سعيد الذي يولي أهمية بالغة لهذا البعد المركزي في سياستنا الخارجية. ونحن نؤمن بأن الدبلوماسية التونسية ينبغي أولا أن تكون منسجمة مع إرادة التونسيين وتطلعاتهم المشروعة، كما نؤكد أن هذا التوجه يحظى بدعم عريض جدا من التونسيين وهو معطى أساسي ننتظر أن يكون محل الاعتبار والاحترام من قبل جميع شركائنا في الحاضر والمستقبل. وفي سياق آخر، جدد وزير شؤون الخارجية نبيل عمار تأكيد على أن العمل متواصل لمزيد تطوير الجهود والمقربات وأساليب العمل للقرب أكثر من متطلبات التونسيين بالخارج. نعمل على تطوير جهودنا ومقارباتنا وأساليب عملنا حتى نكون قريبين من مواطنينا المقيمين خارج البلاد بتوفير الإحاطة اللازمة لهم في كل المواقع وتعميق الصلة والتواصل معهم وتشجيعهم على النشاط الجماعي المنظم والاستفادة من خبراتهم وعلاقاتهم المهنية والإنسانية في دعم رسائل تونس ومكانتها وإسناد جهودها في تحقيق الأهداف الوطنية. وفي هذا السياق وعلى أثر ما نشهده من هجرة الكفاءات واليد العاملة المختصة، يفرض علينا الواجب اليوم القيام بعملية تقييم موضوعي للعلاقات مع شركائنا. يجب أن تأخذ في الاعتبار من هنا فصاعدا ما تشكله هجرة مواردنا البشرية إلى الخارج من تأثير على اقتصادنا وانعكاسات على مجهود التنمية الوطنية وما يتيحه ذلك بالمقابل من ميزات تفاضلية للبلدان المضيفة. أعلن رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة إضافة نقطة إلى جدول أعمال الجلسة العامة في علاقة بعملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنيه في طهران. ويناقش أعضاء مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة انطلقت صباح اليوم مشروع اتفاق قرض بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بما قيمته حوالي 681 مليون دينار للمساهمة في تمويل مشروع الرواق الداعم لتنمية الاقتصادية. كما ينظر مجلس نواب الشعب في مشروع القانون المتعلق بعطلة الأمومة والأبوة. أودعت ليلى بنت فرحات الهمامية اليوم بالمقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ملف ترشحها للانتخابات الرئاسية أكتوبر 24 و2000.
أكدت الصيدلية المركزية توفر الأدوية الحيوية وتزويد السوق بها بانتظام ونفت ما تم تداوله مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نقص التزود بالمحاليل الوريدية. ودعت الصيدلية المركزية في بلاغ لها عموم المواطنين إلى التثبت من هذه الادعاءات والتواصل المباشر مع الهياكل المختصة. في سياق آخر، عبرت الجامعة والتعليم الثانوي عن استيائها من تعطل المفاوضات مع وزارتي التربية والشباب والرياضة، وأعلنت عقد هيئة إدارية قطاعية في 12 من أوت المقبل لبحث الرد على ما اعتبرته تنصل وزارة التربية من الاتفاقية المبرمة. الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي أشار في تصريح لنجة حسن إلى أن العودة المدرسية المقبلة ستكون في ظروف صعبة جدا، داعيا سلطة الإشراف للعودة إلى طاولة المفاوضات. المسار التفاوضي للجامعة التعليم الثانوي في علاقة بوزارتي الإشراف وتحديدا وزارة التربية تعطل تام لأي تفاوض وأي حوار، بل أكثر من هذا التفاف حتى على محضر الجلسة الذي أمضيناه يوم 25 أبريل، عبرنا عن استيائنا من هذا النهج الذي تتبعه سلطة الإشراف ممثلة بالأساس في وزارة التربية، باعتبار أن لنا أولا ملفات لازالت عالقة تمس أولا النواب الوزارة المتمادية في تجاهلها للطرف الاجتماعي. طالبنا بعقد هيئة إدارية وستكون يوم 12 وستتخذ كل ما يجب من أشكال نضالية. ندعو سلطة الإشراف مجددا إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات، حان الوقت مع عودة مدرسية مرتقبة في ظروف صعبة جدا، لابد من الحوار ولابد من التفاوض. ختم النشرة قدمها لكم ياسين الفوغالي، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. إضراب عام شامل بالضفة الغربية بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، ورئيس الفلسطيني يعلن الحداد وتنكيس الأعلام ليوم واحد. كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس تصف اغتيال هنية بأنه حدث فارق وخطير ينقل المعركة لأبعاد جديدة. تنديد عربي ودولي باغتيال إسماعيل هنية، وفي النشرة كانت قراءة في تداعيات هذا الاغتيال. ووطنيا، الصيدلية المركزية تؤكد توفر الأدوية الحيوية وتزويد السوق بها بانتظام، وتنفي تسجيل أي نقص في التزود بالمحاليل الوريدية. إلى اللقاء.